أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماع بعث خطة وطنية للإنعاش الاقتصادي أمر باستكشاف الأراضي النادرة قصد توفير أقصى لشروط التعويض. نكتشفها في سياق تقرير من بن دحمان. استكشاف الأراضي النادرة قصد توفير أقصى الشروط لتعويض تراجع مداخل الدولة وإصلاحات هيكلية تسمح باستغلال الثروات الطبيعية الوطنية كاملة هو ما أمر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماع بعث خطة وطنية للإنعاش الاقتصادي. فما هي الأراضي النادرة؟ الأقريب النادرة هي 17 أونصا كيميائيا متواجدة معروفة، ولما نقول نادرة أنها هذه تسمية تاريخية لأنها ليست كلها نادرة، بالعكس هناك بعض العناصر المتواجدة منها بكثرة وأكبر حتى من العديد من العناصر المعروفة كالحديد وغيرها. نتحدث الآن عن الانتقال الطاقوي، وقلنا عالمين بأن الانتقال الطاقوي أن يستدعي مباشرة وحتمية استخدام الأقربة النادرة، بمعنى ذلك لابد الآن لما نهتم بالانتقال الطاقوي علينا أن نهتم بهذه العناصر من الأقربة النادرة. الأراضي النادرة كبديل ناجع لثرواتنا المنجمية الأخرى خاصة المحروقات غير التقليدية، يتوجب معه حسب الخبراء تعميق مخططات الاستكشاف وتحيين معطياته وإعادة تنظيمه. ما لدينا من معطيات أنه تم الكشف على أثار من هذه الأطعمة النادرة، ممكن هناك تقديرات، لكن أنا بالنسبة لي هذه التقديرات المطروحة والمتداولة إعلاميا تحتاج الآن إلى تأكيد، والتأكيد يكون من خلال تكثيف الاستكشاف. نحن نأمل من خلال الرقعة الجغرافية الواسعة، من خلال آثار مكتشفة في وسط صحرائنا الكبرى خاصة في منطقة الهوكار. أعتقد أنه لو نذهب حقيقة بالحتمية وبالتوجيهات التي جاء بها بيان مجلس الوزراء مصغر أمس، أعتقد بأن في السنوات المقبلة سيتم الكشف حقيقة عن ثروات هامة وهامة جدا من هذه الأطربة النادرة. استغلال هذه الثروات بعد القيام بدراسة استشرافية يمكنها أن تكون رافعة للاقتصاد الوطني من خلال ضمان ممارسات بعيدة عن شكلها التقليدي للانطلاق في توزيع الاستثمارات واستغلالها الأمثل.